وبدي جيب كم شغلة للأولاد، وبصراحة ما بعرف. أيوة. نروح على السوق. تماماً. لكن بروح لحالي بكرة. ما بيمشي الحال، كيف بدك تروحي لحالك؟ رح يكون في غراض كتير، بيجي معك بساعدك. ايه ما في داعي، يعني مو مشكلة، بعدين ليش لا تغيب عن الشغل؟ دبر حالي. طيب تسوقي لحالك، بس مع مين رح تشربي القهوة؟ اشرب تاكسي. بشوفك. ايه بشوفك. بشوفك.